صلى الله عليه وسلم تزلم فوق هنا. طيب،
معتقد. نعم، اعتقد ثم تزوجها.
بنت لها النصف الزوجة الثمن والباقي لأنها معتقة. أي نعم. طيب. بارك الله. إذا الغي هذا المساحة الأكثرين والمشاركة والجد والإخوة، وهذا عند طلاب المدارس مرعب جدا، المدرسة تقول لا 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 أحسن شيء. هذا الذي يسير على الشيخ ابن تيمية رحمه الله. وكل هذا ما يكتب الطلاب، كان في القديم رحمه الله الشيخ يدرس الطلاب هذه الأشياء، ثم بعد هذا أرى أنه قال أنه هذا مثل الله، لكن لا إشكال. لا اشكال انت الان امشي على تضبط المساله تتمرن وتتمرن، ثم بعد هذا ترجع وتحل هذه المساله حتى بكل هذا بدل الموضوع انه عليك تكتب المساله ويسال الانسان، ثم اذا اردت ان ترد قول لابد ان تعرف هذا القول لعلك تقول به ما تقول مفهوم. نعم. والاخت لا فرض لها، والاخت لا فرض لها. الاخت يعني الاخت لا فرض مع جد لها فيما عدا مسألة كملها، كمل المسألة من جد وأخت شقيقة وأولاد، من كمل المسألة؟ الزوج والأم، هذه المسألة. نعم. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها فعلا فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكثرين، تعرف يا صاحب، أي صاحب؟ صاحب هذه القبور أنا في المرحلة. نعم. تعرف يا صاحبي الأكثرية وهي بأن تعرفها هنية، فالفرض النصف لها والسدس له حتى تعمل بالفروض المجملة. المسألة كلها فيها يعني شرط نصف سدس تجمع تقسم عوض وبعد هذا تعطيها. ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظ واشكر ناظمة. كان فاحفظ ما يمكن لهذه المسألة أن تحفظ، واشكر ناظمة جزاه الله خيرا. نعم. رحم الله. وإن تريد معرفة الحساب، وإن تريد معرفة الحساب، الحساب أي حساب مسائل الفراغ لتحتمي به إلى الصواب، أي الصواب في قسمة التركات، وتعرف تقسيم المسائل وقسمة التركات، تعرف أصول المسائل السبع، ولا تكن عن حفظها بدائن غافل عنها. طيب. نعم. أرحم الله. وإن تريد معرفة الحساب لتنتهي فيه إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخدم الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بداهلي، فإن
اجمع اجمع يا رجل. Thank you.
تسمع انه قبر فلان في السعوديه في مصر في الشام في كذا وفي كيف كذب راسه من الله كم راسه Thank you.
Sorry.